قبل ثلاث اشهر جت البلديه كسروا الشارع وكسروا الرصيف وقشطوه وجابوا تاكله فرشوه على اساس يبلطوه. وراحت وجاوا الشرطه سدوا للفرع، رجعنا فتحنا الفرع ناشدنا عن طريق قناتكم المفضله وفتحوا للشارع الحمد لله والشكر. وهسه عن طالب البلديه كم مره خبرناهم ما حد يقبل يجي يبلطوا. وشوف بس هسه عاني راح عبر على المحل شوف طمست بالساقي شوف رجلي هسه توتني غسلت بس حكي خلاص وعلى اساس مهندسين وجاوا قشطوا ودرسوا ومشى. وشوف الخيسه والمرطيسه احنا بعد ما جتنا المطر يعني من يجينا الامطار شوف نفيض وين نروح احنا. فالمسؤول هو المهندس نفسه اللي جاء قشطوا للشارع اذا ينباب ويقبل هاي الخيسه ويقبل هاي الجيفه والله فلا يقبله. ها الكل اي انسان والله فلا يقبل هاي الخيسه مقابل باب حوشه. يعني بالنسبه لهذا الشارع، هذا شارع جو قبل ثلاث اشهر جماعه البلديه، وهذا شارع كان مفتوح قبل ثلاث اشهر وجو جماعه البلديه قشطوا الشارع وكسروا الرصيف، ضحك عليه الرصيف كله كسروه على اساس يمدون الرصيف ويسووه شارع ويبلطوه، وشالوا العده مالهم وراحوا. هاي قبل ثلاث اشهر ووراها جو جماعه الجيش وسدوا للطريق وفتحنا للطريق الحمد لله. بس هسه عري جماعة البلدية يجون يبلطوه يرجعون يبلطوه من جديد. هذا هسه بالصيف هسه ماكو مطر، بس خلي باكر تجي مطر هنا يصير هنا مسبح يصير. هاي الانقاض والله ما انقاضها، احنا جبناها لانها كانت خرب يعني مي كله وسخ وهذه، فجبنا هذه حتى شويه نغطي بها المي والوسخ. الشوارع كلها هيك هنا؟ والله هاي الشارع هذا من هنا للشارع ذاك هم باشروا به من قبل ثلاث اشهر، اشتكينا على جماعة التبليط. هذه هنا عندك دحق عينها دحق هاي الارض الفارغه صارت مزبله وكثير شوارع هنا بالايمن خاصه هاي المنطقه. قالوا على اساس بس ينفتح الجسر يوم يحط الحديد على الجسر نجيب الزفت ونجي نبلطه. هاي اليوم صار ست اشهر راحوا وما رجعوا. هذا ها؟ هاي حمله بدنا حمله كيف ماكو حمله ماكو كل حمله. هذا الشارع قدامك قاعد عليه مزبله ما شارع هذا مزبله. هاي شوف شوارع كثيره يجي ما شملتها الحمد لله. اكثر الشوارع كثير من الشوارع من المكسرات هاي الصناعه القديمه غير بلطوهم جوفوا بس رجعوهم ترجعوا راحوا ولا هذا الشارع ما حد وصلوا من التحرير لحياه الله. ما حد الله وكيلك هذا بيتنا احنا ندفن واحنا نجيب انقاذ من بيت الحجي ومن الاخ من كل من يفلش. ايه نجيب انقاذ منهم ونجيب نصد هنا ونرجع بهن احنا بيدينا بس ما عدنا زفت نبلط احنا ما نقدر نبلط غير الحكومه تجي.